الموضوع اللي كنا نطرحه قبل شوي ومرتبط نوعا ما فيه طرى على لساننا كلمة التجارة والتجار يمكن قبل شوي في لقائنا مع الأخوان من الجمعيات التعاونية وأيضا في هذا الموضوع الطريق إلى الثراء واحد رحلة المليون اثنين هل التجارة شطارة أم لا ثلاثة العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع والعديد من الأشياء اللي يطمح لها شلون نقدر نجعل بالفعل هل بالفعل التجارة شطارة أم لا وكيف يعتقد البعض هل هي بمجرد الحظ والصدفة أم إنها تخطيط وأيضا دراسة وبالتالي اجتهاد وبالتالي نحصد نتيجة حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف أيضا رجل الأعمال السيد عبد الرحمن الفارسي حياك الله أهلا وسهلا فيك في البداية والحمد لله على سلامتك الله يسلمك الله يحفظك وأيضا المدير العام لمركز الجمان الاستشارات الاقتصادية السيد ناصر النفيسي حياك الله في ناصر وأهلا وسهلا فيك وسعداء جدا في وجودكم معنا صباح الخير بداية يعني باختصار يعني هل في طريق يعني معين ممكن الواحد يكون في تاجر يمشي عليه ومن هالطريق هذا راح أنا أصير تاجرة كبيرة يعني هو أي شيء موجود في الدنيا لازم له خلينا نقول الخطوات مالته ها فال لما تين خلينا نقول شنو التجارة وشنو العمل الخاص تبدأ أول شيء بالفكرة رأس المال أيضا من الأشياء اللي موجودة قد تكون لك خلقوا سوابق في العائلة موجودة عندك تدعمك هذه الشغلة تعطيك الاسم التجاري أو يفيدك في هذه الشغلة فأنك أنت تمشي بأول خطوة أنا من كوجهة نظر بالنسبة علي من محبين سياسة الخطوة خطوة في أي شيء يتسوى مو لازم تطمر طمرات كبيرة ها إذا كان في حظ راح يطمر طمرة كبيرة هو الحظ أو المحظوظين هذه موجودة يعني موجودة هذه الشغلة أنك أنت تلاقي إنسان تجي له ضربة حظ قسمة من الله لا أنه هذا الإنسان يصير تاجر هذا ممكن تضرب وياك فكرة صح. تكون موجودة ومدك الحظ أنت ما تحتاج رأس المال بس تطلع فكرة جديدة ديك الحظ هي البنوك أو يعني شركات الإقراض وشركات مالية هي راح تدعمك أي يعني أي ناس لهم شغل أو علاقة بهذه الفكرة لما تنجح فيها هذه هم راح يجونك بروحهم نعم أيضا هذا يعني توفيق أيضا من الله سبحانه وتعالى يكون سواء كان الاسم سواء كان هو في النهاية الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ويجعل فيها توفيق ولكن اليوم في كثير يمكن نشوفهم من الطلبة نشوفهم من المشاريع الصغيرة يمكن شفنا الفترة الأخيرة في الكويت بالتحديد كثرة المعارض للمشاريع الصغيرة البنات اللي يسوون أشياء على قدهم يعني إما يكون خياطة إما يكون ميكاب إما يكون هالأشياء الشباب يقول لك لا تجارة يسافر برا جنطة جنطتين يأتي ويوزع طريقة وكيف بدليل أن 250 degrees المجمع التجاري اللي يفتحوه في فترة سابقة كله يعتمد على جهد كويتي تقريبا في ديزاينات كويتية شلون أقدر أخطط أستاذ ناصر اليوم لمشروع يصبح أو يؤدي طريقة إلى الثراء في نفس الوقت يعني تصبح هذه هي الشطارة ومتى تصبح شطارة طبعا يعني الشطارة لها عدة عناوين أو عفوا عدة معاني هي عنوان كبير لكن عدة معاني يعني في معاني يعني ظاهرة يعني شطارة يعني جد وعمل واشتغال وتفكير وفي معنى آخر سلبي للشطارة اللي هو اللف والدوران وهذا الآن للأسف هو اللي قاعد يشيع في الآونة الأخيرة يعني في تجار يعني قاعد يغشون أو يلفون يدورون بس عشان أنه ينجح ويكبر ماله طبعا يعني كل يوم تنفجر عندنا قنبلة بالكويت نعم. الأغذية الفاسدة أنا متخصص بالبورصة الحين خلنا نستريح منها يعني فينا كافينا بس نطلع على الأغذية الفاسدة نعم. هذيلا يعتبرونها شطارة أنه يقص على العالم ويغش العالم يجي بضاعة من الخارج يرشي فلان وفلان وجهة ويدخلها البلد ويسوقها مفروض تكلف عليه مثلا 100 دينار للكيلو أو خلينا نقول للطن لا قاعد لأنها فاسدة قاعد تكلف عليه 20 دينار فمربحها كبير جدا فيعني طبعا هي مثل ما تفضلت يعني
هي يعني توفيق من رب العالمين أولا وأخيرا، لكن يجب أن نعرف أن هذه الأمور يعني حسب يعني ثقافتنا الشرعية البسيطة أنها يعني يستحقها المسلم وغير المسلم. لا نقول يعني التجارة لازم بالحلال، يعني صح بالحلال، حتى غير المسلمين عندهم حلال وحرام. يعني ما فهمنا، يا ريت توضح لنا هالنقطة أكثر. يعني في ناس يعني للأسف مفهوم غلط يعني ل يعني الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك، يقول لك هذا مثلا يهودي شلون صار ملياردير، ما يستحق، أكيد حرامي. هذا كلام غير صحيح، مو منطقي، غير مو يعني منطقي. على أي أساس حكم أنه حرامي؟ حكم أنه لازم أنك تكون مسلم وملتزم حتى يأتيك الثراء. هذا منطق يعني خاطئ. يعني ما اعتقد، ما اسمح لي استاذ ناصر، يعني ما اعتقد الناس وصلت الى هذه السذاجه في التفكير انه والله كونه مو مسلم انه لا يستحق الثراء. ما احنا هو دوله قائمه كيان كامل، لو نبي نقول مثلا دول اخرى ديانتها ليست بالاسلاميه. نعم. ومن اقوى الدول الاقتصاديه اليابان. نعم. وهذا اكبر دليل، عدل ولا لا؟ نعم. وهم ديانتهم ليست بمسلمه. نعم صح. واحنا قاعد نتعامل معهم وهم يصنعون لنا، وقاعد هذا اللي انا ماسكه قد يكون صناعه امريكيه او يابانيه. نعم. فانا مستفيد منه. يعني ما اعتقد ان الناس تنحصر نظرتهم الى هذه الزاويه بالتحديد. كلامك صحيح 100%، ما تنحصر، لكن هناك يعني جانب من يعني خلينا نقول يعني الشعب من المواطنين من العامة يفكر هذا التفكير الخاطئ. قلة قليلة، الله أعلم، لكن في جانب ما في قياسات، لكن هذا يعني التفكير يعني حاضر وهو خاطئ، مثل ما احنا متفقين معك. يعني عارف شلون؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله. للجميع مفتوح، يعني لمن يجد ولمن يتعب ولمن يصدق. عرف شلون؟ الله يوفقه سواء مسلم أو غير مسلم. فهذه نرجع لسؤالك الأساسي، أن هذه معايير النجاح بالتجارة. طبعا مطلوب أن يكون هناك تعليم، مطلوب هناك خبرة، مطلوب هناك يعني احتكاك مع المجتمع الاقتصادي وكذا. لكن هذا مطلوب، ولازم أي واحد يسعى للتجارة أن يكون تاجر يأخذ هالمعايير. لكن في نفس الوقت في أميين صاروا مليونيرية، أنصاف متعلمين صاروا أثرياء. فهذه يعني حادثة وستحدث إلى يوم الدين، لكن ليست القاعدة، ولا يجب أن يعني كمجتمع كويتي كمواطنين كويتيين نقول والله فلان يعني تفكيره محدود وكذا صار مليونير، انا بعد ايش حق افكر واتعب وادرس، خلنا ننطر ما ادري الفرصه. هذا كلام لا، ينطر مليون يوصل له. اي طبعا يبي كذي، يعني طبعا هو يبذل سبب يعني غير متناسب مع طموحه. مثلا يقول لك انا بسوي اكبر شركه مقاولات، وهو يعني امكانياته ما تاهله ان حتى يستاجر مكتب صغير لبداية عمله. شوف إذا كان عنده أحد يرسي مناقصة عودة عليه وهو ما يعرف شيء، ها اختلف الموضوع. هذا محور ثاني للنقاش. أوكي بس هو ترى بس همه كل من هو تاجر أو كل من هو قاعد يشتغل لازم تترسى، يعني هذه الشغلات هي قاعدة في مثل الكويتي يقول. نعم. شو يقول مو كل من طق طبلة قال أنا قبله. عدل من طق طبلة قال أنا قبله. هو يشوف هو في من بعض خلينا نقول النظرة خلينا نقولها حق بعض الأخطاء اللي تصير لما تستمر الناس تأخذها ترى ك يعني ممكن يكون هذا الإنسان نشال زين، يقول لك مثلا إيدينه خفيفة مثل الريشة، ممكن يكون هذا الإنسان مزور ويمدحونه أنه يقول لك هذا إيدينه والله تنوزن بالذهب زين، مع انه شيء سلبي يعني. مع انه هو شيء سلبي. وهذا فهذه من الـ يعني هذه الاشياء من الشغلات اللي الناس تاخذها من الجانب خل اقول السلبي، بان نظره فلان ما استغنى الا هو قاعد يسوي كذي، ما استغنى انه يعني على كلام اخوي بركات انه يعني ما سوى لنا ما اخذ مناقصه من هني ولا سوى مناقصه من هناك. يعني حادثه للاسف هذه تصير، هذه الاشياء تصير، هذا واقع. هو واقع يعني هذه.